طبعا النادي الاهلي مهتم جدا جدا بتعاقد مع رمضان صبحي بشكل دائم وبشكل نهائي. المفاوضات ماشيه مع هدرسفيلد، الكلام على مبالغ ماليه معينه، التفاوض لسه موجود لكن في مراحل متقدمه جدا. النادي الاهلي اقترب من التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي، مش هيكون على سبيل الاعاره اطلاقا. الفجر الرياضي وبيتكلموا على ان جه عرض لعلي معلول، الاهلي رفضه رسميا. اعتقد غير مطروح اطلاقا التفريط في نجم كبير جدا وابرز باك ليفت، ابرز باك ليفت في قاره افريقيا بالكامل، صعب جدا النادي الاهلي يستغنى عنه.